جدا. ده يمكن تاني مكسب في المباراه. المكسب الثالث صالح جمعه. صالح جمعه لاول مره اساسي مع النادي الاهلي. صالح جمعه لعب 73 دقيقه في الدوري طبعا. اكتر لاعب ارسل كرات عرضيه صالح جمعه 9. ده خلي بال حضرتك ده بنص فورمته البدنيه، يعني صالح جمعه الارقام دي لم يصل الى الفورمه البدنيه يعني لسه كمان مش واصل لحالته، ورغم كده اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى 3، اكتر لاعب اخذ فاولات، حصل على اخطاء 6، دقه تمريراته القصيره 72%، اللونج باص بتاعه 4 صنع منهم فرصه، دقه تمريراته الطوليه 50%، المراوغات الناجحه بتاعت صالح جمعه 1. اذا عوده صالح جمعه النهارده مكسب كبير جدا في حته صناعه اللعب. ريحت لعيب زي ناصر ماهر كان مرهق كتير جدا. على فكره في اتنين لعيبه واضح عليهم الارهاق في الفتره الاخيره، ناصر ماهر وكريم نيدفيد. فانت كنت لازم تريح ناصر ماهر زي ما لاسارتي عمل النهارده، وادى لصالح جمعه لان صالح جمعه كان اخذ في المباراه الاخيره، وبالتالي صالح جمعه لما دخل لا بيثبت ان هو ما شاء الله راجع فورمه كويسه، ان شاء الله مع المباريات يجيب فورمته البدنيه ويجيب مستواه خاصه